من شويه كنا بنتكلم قعده حلوه كده، في قعده حلوه يا جماعه كانت قبل ما نخش على الهوا، فيها شويه كلام حلو في اصل الكوره، في اساسيات الكوره. هي اساسيات الكوره عامله ايه معانا يا كابتن امير؟ لا في اساسيات الكوره احنا بعيد شويه. بعيد شويه طبعا، اللي احنا كنا بنتكلم حتى في تعليم النشأ. ايوه. واللاعب المصري عنده مشاكل خططيه في الخطط الخططي. عنده مشكله اللي هو ما بيتعلمش من تحت او من قطاع الناشئين. أيوة. التعليم بيبقى صعب جدا يعني. مفيش انت اهم حاجه بالنسبه لمدرب الناشئين او اي قطاع ناشئين يقول لك انا عايز. لا هو بالنسبه هو الطبيعي ان انت بتاسس عشان في الاخر تكتسب لعيب. لا احنا هنا اهم حاجه ان انا اكسب بطوله البراعم وبطوله المنطقه، ونتخانق احنا بقى اهلي وزمالك على بطوله الشباب من اللي خد البطوله. ما هتكسب ايه انا خدتها؟ لكن انت بطوله لكن انت لا انت عندك مشكله، ومشكلتنا مش في الدوري، مش في اللعيبه اللي هي اللي مثلا بتلعب زي ما نقول دوري ممتاز. لا انت مشكلتك في التاسيس تحت. مفيش اهتمام بقطاعات الناشئين. صح. اكاديميات بقت في كل حته. استثمار. بالظبط. استثمار عشان تكسب قرشين اخر، والمحصله بتبقى صفر. انت لو اديك مثال بسيط، انت النهارده في 50,000 اكاديميه في مصر. لو بحد ادنى كريم انت بتضرب في 100 جنيه، شوف الرقم هيبقى كام. بس 100 جنيه هو في حد بياخد 100 جنيه؟ بنقول حد ادنى. هتلاقي مبالغ طائله في الاخر. المحصله هتلاقي ايه؟ صفر. صفر. صفر ولا لعيب. بركب معايا كابتن بدر رجب وقال لي ان احنا عندنا مشكله اصلا ان اللعيبه نفسها وهي صغيره ما بتتعلمش كوره، يعني ما بتتعلمش، بيعلموهم اي حاجه ثانيه غير الكوره. فتبقى ده فين الكارثه الاكتر بقى؟ ايه اللي في بعض الانديه دلوقتي؟ عشان مثلا ايه، سي نادي فيه جمعيات عموميه، فاولاد الاعضاء بيزعلوا. وممكن ولاد الاعضاء ما يبقاش عندهم الموهبه. فانا النهارده كاداره هخسر صوت الراجل ده في الله بتاع. عليك. دي قصه ثانيه، دي قصه تبقى. شوف بقى الكابتن بدا قال لي كل المشاكل امبارح، بس ما قاليش دي. لا بكلمه بجد، دي نقطه في منتهى الاهميه. هنعمل ايه يا كابتن محمود؟ نروح عاملين مثلا 14 الف دي اللي بتلعب، و14 ب و14 س مثلا. اللي هم العبوا يا اولاد. والله العظيم بكلمك بجد، احنا عندنا قطاعات الناشئين في مصر كارثيه.